وجهتنا الآن الولايات المتحدة الأمريكية. تظاهرة قرية المغرب بمدينة أورلاندو حدث استراتيجي تميز حفل افتتاحه بتنظيم ورشات موضوعاتية ناقشت قضايا تهم التعاون المغربي الأمريكي. مراسلة لمبعوثي الأولى محسن قيس والعربي النهيري. كثيرة هي أوجه التعاون التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، قوامها العلاقات التاريخية والتوافق حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من هنا تأتي أهمية احتضان أورلاندو لقرية المغرب. هذا الحدث الذي تميز حفل افتتاحه بعدد من المداخلات ركزت على ضرورة تعزيز التعاون على كل المستويات. وبفضل مؤهلاته الاقتصادية وموقعه الجغرافي كمنارة بين أوروبا، إفريقيا وأمريكا، يعد المغرب وجهة مثالية للاستثمار. من هنا كان من الضروري تسليط الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كاين كازابلانكا فاينانس سيتي اللي حاجه عظيمه اللي غادي تكون في المغرب. كاين لا سيكوريتي في المغرب اللي ما كايناش موجوده في دول عرب اخرى. بلد السلام، تعايش الاديان، وسيدنا اللي ما شاء الله عليه اللي الله ينصره اللي خدم والرجوع لافريقيا لونيون افريكان. فرصه عظيمه حقا لمن حالفهم الحظ منا بالسفر إلى المغرب ليزوروا هذا البلد ويتقاسموا تجربته ويتعرفوا على ثقافته وتنوعها وسكانه وليكتشفوا كم هي عديدة القواسم المشتركة بيننا. ومن خلال عدة ورشات موضوعاتية ناقش المتدخلون سبل تطوير الشراكة وتبادل التجارب في عدد من القضايا، من بينها محاربة الإرهاب والتطرف، تشجيع البحث العلمي، كما تم التوقيع على اتفاق التعاون في البرامج والبحوث في الميادين اللي احنا يمكن تستفد منها جامعة فلوريدا الوسطى، وهي كذلك يمكن تستفد كدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللي هما محتاجين لها وعندهم مركز دراسات الشرق الأوسط. كذلك هما متقدمين كثير في دراسات السياحة وعندهم ربما ثاني أفضل برنامج في العالم. هناك اهتمام كبير في الولايات المتحدة الأمريكية ولدى من حضروا هذا اللقاء بالتجربة المغربية التي تعتبر تجربة رائدة على المستوى العالمي، فقدمت فيها الركائز التي تتمحور حول هذه الاستراتيجية سواء مرتبطة منها بالحكامة الأمنية أو التنمية البشرية وكذا التعاون الدولي وهيكلة حق الدين. بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية علاقات تعاون وشراكة في العديد من المجالات ورغبة مشتركة لتطويرها والرقي بها لتشمل ميادين أخرى. من هنا تأتي أهمية هذا الحدث الاستراتيجي والذي يروم الترويج لصورة المغرب كوجهة استثمارية وسياحية تعد بالكثير. للأولى من مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، محسن قيس والعربي النهيري. ونواصل بالفقرة الاقتصادية يقدمها لكم ياسر العمراني. مساء الخير ياسر. مساء الخير نادي.